البنات، صباحكم مبروك او عشا مبروكه. ففي اطار افكار للافطار كيف كنسميوهم في الحلقه ديالنا، بالنسبه للغوسيت ديال اليوم ساهله. هاد لاغوسيت سميتها لا بيسالاديير، هي التسميه ديالها جايه من مدينه مارسي الفرنسيه، غير انا دخلت على واحد شويه ديال التغيير ماشي بزاف. هما كدار بلا بات بغيزي، انا درت لا بات فويتي من هذيك بحال باش درت لي شوسو، بقى لي هاد الطريف كتلقوه بحال هكا رقيق، فهو الاهم في الامر انه يكون رقيق. عندنا البصله معسله، هادي كتقليها غير في شويه ديال الزيت مع مليحه، وحتى كتقرب طيب، وكنزيدوا لها واحد المعلقه صغيره ديال السكر. عندنا الطون، الوصفه الاصليه لا بيسالاديير كدار بلي زونشوا، انا ما تيعجبونيش لي زونشوا ووليداتي ما كياكلوهمش، دونك فضلت انني نديرها بالطون. عندنا الزيتون والطماطم، وعندنا خليط من الاجبان. هنايا عندي البارميزون، موتزاريلا، اللي عندكم في الدار ديروه البنات، اي فخوماج شايط شويه شويه حكوه وديروه. فبالنسبه للوصفه ساهله بزاف، عندنا واحد هذه تكون تقريبا فيها واحد 170 حتى 200 غرام ديال لاباط فويتي، كنقبطوها كنسرحوا عليها الخليط ديالنا ديال الاجبان. هذه فكره يعني سريعه جدا، داكشي باش كنقول لكم دائما البنات لاباط فويتي وجدوها وخليوها عندنا في الثلاجه، ما يوقع لها حتى حاجه، فين ما كنحتاجوها حتى لاخر لحظه وكنجبدوها. ها نتوما هذه راه ما كتاخذش معنا حتى 5 دقائق باش توجد. دونك كنحطوا لي فرماج ديالنا بالتساوي، كل فران شاعل مزيان، فوق الفرماج كنديروا الطون. اللي بغى يدير لي زونشوا يديرهم في الوصفه الحقيقيه بلي زونشوا كيف قلت لكم، غير حنا ما كاينش هنا في الدار اللي كياكل لي زونشوا. نسرحوا لي الطون ديالنا، كلشي كيطيب في خطره بحال هكا، يعني كنعمروها. ودائما تنقول لكم البنات كونوا كريمات في الحشوات باش كيجيكم لوغو زوين، ما نبقاوش ناكلو غير العجينه. عندنا البصله بكثره، يعني البصله كميه لا باس بها من البصل، حيت اصلا الوصفه الحقيقيه فيها البصله كثيره. والصراحه البنات هاد الوسط هاد البصله كتجي معسله وكتجي فنه معها. انا استعملت البصل الابيض، ديروا اي بصله عندكم توفره، غير هو البيضه كتجي خفيفه، الحمراء كتكون شويه فوخت. هاد لا بيسالاديير معروفه عندهم في مارسيليا او مدينه مارسي الفرنسيه، فهي وصفه يعني روستيك كيف كيقولوا ليها، قديمه عندهم بزاف. كنحطوا الطماطم، من الاحسن ديروا الطماطم اللي محيده ليها الزريعه ديالها باش ما تطلقش لينا ديك الماء في لاباط. وكنديروا زيتون اسود ضروري، فلا فغيت بيسالا ديال البنات فيها الزيتون اسود وفيها الشطون والبصل فقط، يعني اللي زاد شي حاجه راه غير تيزيدها من راسو. حنا دائما تنزيدو شي حاجه من راسنا. فوالا، غادي ندير لها واحد شويه ديال الزعتر من الفوق، وندخلها طيب على 200 درجه ونرجعو نتلاقاو. فالبيسالا ديال البنات على الطريقه ديالي هي وجدات، كيف كتشوفوا كتجي محمره وزوينه، شوفوا مقرمشه وسهله بزاف. هذه يعني سهله فوق ما تتصوروا، تتجي معلك هذيك البصله كثيره فيها، والطون ما كيتحرق ما حتى شي حاجه حيت دايرين عليه البصله وتحت منه الفخوماج، يعني كيبقى رطب. ونقسم معكم تشوفوا، هذه من الحويجات اللي بساطين ولكن زوينين بزاف. شوف البنات كيفاش كتجي بحال هكا، رائعه. هاد لا بيسالاديير البنات رائعه، حشوه بسيطه وماشي مكلفه وتا حاجه ما كطيب، يعني رائعه. ان شاء الله الرحمن الرحيم نعطي لوليداتي بعدا الصغارين يتغداو.
شفتي تجي زوينه بزاف البنات، ان شاء الله تتجربوها وردوا عليا وعلى حسابي بحال دائما. بالصحه والراحه البنات، كلها كتجي بحال هكا.